صلي، تريني، اقرا الكتب، اقرا القران، خدم على راسك، انقص من التليفون، نعس بكري وفيق بكري، حك سنانك دائما بعد من البليه، راك ديري كير صحتك، طيب ماكله مطيبه بايدك انت، وتهلا في العائله باخص الوالدين، حتىش راهم وليدي من اخي. ميني فلوغ، سلام لافامي، كي دايرين بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير. اليوم الاخوان الوالده مسافره، اذا انا غنقب وحدي زوفري في الدار. كنت لعب واحد الماتش وطحت واحد طيح في ذاك الماتش، ما تبغيش لعدوك، كمل الفيديو حتى الاخر باش تفهم. هاد الايام الاخوان وليت كنعس غير في السطح حيتاش كاين الحال سخون. المهم قادينا بلاصنا، مشينا توضينا، التحقنا بالمسجد، صلينا صلاه الفجر مع الجماعه، كيف ما شتو هودنا فرشنا السلعه ديالنا. والله اخويا والاختي الا مني كتهود هاد الكارو بهاد السلعه هذا حتى كتحس بظهرك كيتقسم، ما كتهود هاد الكارو كيفر لك الله الدون، وهذا هو طرف ديال الخبز على الاخوان. المهم الاخوان مني هودنا السلعه، عيط لي واحد الصديق ديالي خدام في القهوه، قال لك اسامه ضروري خاصك تعوضني، ما كاينش اللي يخدم لي عنده واحد الغراض. انا خليت الصديق ديالي مقابل ليا، مشيت للدار بدلت حويجي وجيت للقهوه. كيف ما شفتوا حنا دابا كنصايبوا واحد القهوه، راه مني كيوجد الخير كيوجد مره، غير نوض صديقي وكافح مع راسك، الا بغيت توصل لواحد الهدف قادر ان شاء الله وربنا ما غيخيبكش. قال لك اخويا واحد المثال، خدم يا صغري على كبري. استفنا المناضه في الثلاجه، كيف ما كتعرفوا هاد الايام الحال سخون العافيه. من بعد ما سالينا القهوه، حيتاش في القهوه كتخدم غير نص النهار، يا صباح يا عشيه، جينا للدار عجلنا واحد جوج خبزات، راكم عارفين حنا تزوفرنا دابا غير باش شي نهار الا كبرتي وتزوجتي والمرة تخاصمت معاك وتفقعات ومشات لدارهم تلقاك راسك حار كابابل كتعجن كدير كلشي. بغينا نطيبوا الخبز لقينا البوطه سالات، يلا الحماق واد. جيت لواحد ريحت انا تقديت المواد الاساسيه داكشي اللي خاصني. الاخوان الله يسمح لينا من الوالدين وصافي، واللي عنده شي مهمه الله يخليها ليه، واللي ماتت الله يرحمها في هذا النار. اخوان كيف ما كتعرفوا هاد الايام كل شيء تزاد فيه، باخص المواد الاساسيه واللي كنحتاجوها يوميا بحال الدقيق السكر الزيت الى اخره، غير الله يحسن عوان الدرويش وصافي الله معاه والله المستعان. ازيد وليدي غير بالك داكشي صغير بديتي كتختار، يلا تلاقى مع لاكيس. اشوف هاني هاني اي حاجه خسرتيها على قبل الوالدين راه مخلوفه وليدي. لا يخطينا عيالات. من بعد ما سالينا عيطونا شي اصدقاء باش نلعبوا معاهم كوره، نيت شحال مقينا لعبنا كوره، وكنتمنى يعجبكم ميني فلوغ وبغينا منكم شويه ديال السيبورت، راه غنحط لكم ليان ديال اليوتيوب وليان ديال الانستغرام وكنحط فيه اليومي ديال كامل، ونتلاقاو فلوغ جديد ان شاء الله. الى عجبك الميني فلوغ راه غنحط لكم اللين في اول التعليق، اللين ديال اليوتيوب واللين ديال الانستغرام راه كنحط فيه اليوميات ديالي، يلا تهلاو.